الفيساج. بالنسبه للمقابله فيها تاع وداد فاس، كنا مستعدين لها من قبل السيمانه كامله مع المدرب ومع المكتب المسير والدراري كاملين. كما شفتوا استطعنا باش ننتصروا بفاس اللي امام فريق اللي هو كبير، فريق الوداد فاسي اللي كان متصدر الترتيب نتاع البطوله، واني بالعزيمه نتاع الدراري وبالرجال استطعنا باش نحققوا 3 بوان. ونهديو الجماهير الخميسيه اللي كتساندنا، رغم واخا ما كاينش الجمهور وكذا كنلعبوا ويكلوا، ولكن كاين تشجيعات من الجمهور كيجيو مره ومره لي زونطريمون وكذا. كنهديو لهم 3 بوان وكنتمناو ان شاء الله نمشيو في هذه المسيره هذه وديما نربحوا انتصارات لمالنا. حنا نتمناو ان شاء الله نبقاو على هذا الريتم هذا ونحققوا انتصارات اخرين، ماشي غير الماتش ديال الطاس، كاع لي ماتش اللي جايين. وبالنسبه للمباراه ديال الطاس، كما تابعتوا التدريبات تاع السيمانه كامله، الدراري بمورال زوين من اجل ان شاء الله نربحوا هذا الماتش هذا، ولما لا 3 بوان. ولي ماتش اللي كاملين ماشي الطاس، لي موروكو كوب، كاع لي ماتش ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه. وتحيه للدراري كاملين، دبرنا على قتاليه وروح عاليه باش عجبنا الربح من وداد فاس، ونتمناو نطبقوا وناكدوا في هذه السيمانه هذه كونتر الطاس ويكون الخير ان شاء الله. يعني شكرا للصحيفه. صلاح الدين بن مرزوقه لاعب اتحاد زمونه خميسات. الحمد لله جينا باش نحققوا الهدف ديالنا هو السعوديه ان شاء الله باذن الله. ماتش الواف داز سيمانه كامله ديال الخدمه مع السي بوظهير، كانت خدمه مزيانه. من السيمانه الاولى كان باين لنا الربح، من النهار الاول السيمانه باين لنا الربح. الحمد لله مشينا درنا يد في يد مجموعه ديال اللعابه كاملين، حققنا الهدف ديالنا ان شاء الله. وشنو هي الاستعدادات ديالكم للماتش اللي غادي يكون الطاس؟ الاستعدادات ديالنا انتم تشوفوها كاملين، الاستعدادات ديالنا دايزه مزيانه ان شاء الله. نعرفوا السر ديال الارتماء ديالك اللي جاب الهدف ديالنا. الحمد لله داك السر جا من خلال الخدمه اخي، الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله نحققوا الفوز ديالنا ان شاء الله هذه السيمانه ان شاء الله.